السلام عليكم السيدي. شو كيبان لك في هاد غلاء الاسعار اللي ولا هاد العام؟ اي في الحقيقه هاد غلاء الاسعار اللي ولا ديال هاد العام صراحه تشادوا علينا بزاف الصراحه، وهاد الناس هادو ديال عاوتاني اللي ما عندهمش مساكن، ما عندهمش باش يشريو، وفي الحقيقه القول راه كلشي تازم، كلشي الحركه ميته في كاع الكوميرسيال، في كاع الناس اللي مساكن اللي كيبيعوا ويشريوا، يعني الحركه ميته، الحركه ناعسه، والناس ما كينقاوش باش يشريوا. وفي الحقيقه القول حتى يعني حتى الوالي حتى هو راه كيعاني من هذه القضيه، فهمتيني، وكلشي كيعاني منه. وفي الحقيقه القول بغيت نقول هاد الناس اللي كيغليو الاسعار ديال الحواله ديال هذا العام، فهمتيني، يحاولوا ينقصوا ما امكن باش كلشي يعيد، باش المواطن حتى هو يحاول حتى هو يعيد ويعاودوا ان شاء الله، وان شاء الله بالصحه والسلامه لجميع المسلمين ان شاء الله. والحواله بزاف اخشي والله، بقاو فيها ولاد الشعب مساكن ناويين يشربوا، بنادم كيشرب ب 30000 ريال وكيجيهم غالي، هذا دابا كتلقى مرشه كيدير 80000 ريال 90000 ريال، راه الله يحسن العوان ولاد الشعب مساكن والله. اقسم بالله الله، اخر مره مشيت واحد عند واحد الكساوة بغيت نسولو، مرشة قال لك 200000 ريال، ما معظم ما فيه شي حاجة، 200000 ريال ما عرفتش كيفاش، واش من الكساب كيغلي، واش الناس فوق اللي مغلين هذا الشيء، والله ما عرفتش أنا، ما كيقولوا الكساب كيربح فيه 40000 ربعين ريال الحول، 40000 ريال دا ربح، ولكن ما شنا هذوك الشر هذوك كيشراو حول بأرخص تماما وكيبيعوا كيزيدوا ب 50 60 والله جايب والله حشومة هادشي، وكنطلبوا الله يدير الشيء ويدير الخير. اختي الاسعار ديال هاد العام بزاف، الحولي تزاد فيه على الاقل واحد 40000 ريال 30000 ريال، بزاف على المسكين، والمسكين 3500 درهم في السميك ما كافياش باش يشري حولي، انسان تيمشي للسوق تيختار حولي تيلقاه ديال ذاك العام كان يشريه ب 34 36 تلقاه ب 70 76، دونك تيرجع الله تيولي شاد ديك فلوس بحال شي جمره في يديه، ومسكين دابا الانسان درويش هو اللي واكل العصا، مال الغاني راه داكشي تيجي الحولي تيجي تاع الدار مشاو مقاد، وما كافياش انسان اللي تيشد سميك واعر عليه العيد، يكون عنده الدراري، يكون عنده الكرة ما يشري الحولي، ما غاديش يدخلوا الدراري المدرسة، ما غاديش يتكافى معاهم، غادي يبغي اي نوض يتسلف ولا يبيع حوايجو ولا، ومن الاحسن انسان ما يكلفش على راسه، ما عندوش ما يعيدش، حتى العيد سنة مؤكدة، ولكن لا استطاع انسان باش يشري، عنده باش يشري ما عندوش راه ليه الله، هذا الشيء اللي كاين. واش كظن واش كاين شي سبب جوغ مور ما هذا الشيء زعما كامل؟ والسبب راه ديال راه باين، السبب ديال الجفاف شحال من عام هادي، الفلاح دابا واخا تيجي داك الدعم تيقول لك ما كافيش من الدوله، هذا الشيء اللي كاين، الغلاء جا من الجفاف كاين المدن هنا في المغرب اللي ما فيهمش ما كاينش الماء، تتمشي شي مدينه بحال بني ملال تلقى السدود ناشفين، تلقى تيسقيو كان عندهم المديز من الارض ديالهم تيفلحوا الماء في الخواز في ماد السيت، تلقى الماء هاد عامين ولا ثلاث سنين الاخر كاين الجفاف. السبب ما عرفش الله ما عرفش السبب، ولكن السبب اللي كنعرفهم هو الناس الضعاف مساكن اللي كياكلوا عصا، كاين اللي كيتخلص 40000 ريال وغادي ياخذ حوالي 100 140، راه 80% غادي كريدي مسكين، ولا غادي يتسلف، ولا غادي ياخذ من البنكه، الناس دابا في هذا الوقت ولا كياخذوا من البنكه واخا الريبه وكذا باش ياخذوا الحولي، والناس يشوفهم اللي كيقولوا هذا مسكين خاد الحولي، والضعيف هذا هو اللي هذه العيشه ديال الضعيف، يعني اخر ما طاب كيتسلف باش كيكمل العيد والعام كامل. هاد الغلاء الاسعار بان لي انا في كلشي ولاو كيغليو، سا
صراحه راه ليلى الله محمد رسول. باش شنو السبب اللي كتفكر انه يكون في السبب هو انهم ينقصوا وما يهضروا على يهضروا مع الناس، الحمد لله يهضروا مع المسؤولين، يهضروا مع المسؤولين باش ينقصوا في الاثمنه، باش باش المواطن حتى هو يلقى عاوتاني باش يعاود يبغي يشري عاوتاني وما يلقاش عاوتاني مشكل. دابا الانسان تصوري معايا مثلا الواحد اللي كيتخلص مثلا 3000 درهم ولا 4000 درهم، شنو نقولوا ليه هذا مسكين؟ الموضو يتكافى مع الموضو، يتكافى مع الكرا ديال الدار، يتكافى مع الحولي، يتكافى مع ولادو، يتكافى عاوتاني مع الصراحه. هذه الحقيقه اللي بغيت نقول لك اختي. واش كتفكر بان الناس الدراويش يقدروا يعيدوا بحال شحال هذه؟ بحال شحال هذه كنا كنعيدوا بجوج ثلاثه الحواله، كانت العائله كتكون مجموعه. واش كتظن بان من السنوات اللي جايين ان بنادم يقدر يعيد بحال شحال هذه؟ من السنوات الجايين ان شاء الله اللي بغيتي نخسر لك في هذا الشيء كامل هو هما اللي يحاولوا ما امكن باش يتعاونوا مع الشعب ما امكن، يقدروا مثلا شي كيعطي شي وشي كيتعاون مع شي وشي كيتمد المساعده لشي بحال الناس ديال الزمان. هادشي اللي بغيت نقدر نقول لك في هذا الشيء كامل، ونتمنى بانهم يوصلوا لهذا الشيء كامل باش كلشي حتى هو يفهم بهذه المعاناه اللي كيعانوا منها الشعب والمواطن. واش كتظن بان هاد الاسباب ديال غلاء الاسعار هاد السبب بالضبط مخلي ان الشباب يبغيو يهاجروا في المستقبل؟ هادشي اللي دابا هذا هو المشكل دابا اللي كيطرى، بنادم بزاف اللي كيهاجر اذا السريه. هادشي دابا الناس علاش هذا هو السبب الممكن، حيت ما كيلقاوش الحدود الوفيره، ما كيلقاوش فرص العمل، بنادم عنده لا ليسونس بحال انا بالضبط عندي لا ليسونس فهمتيني، ولقيت المشكله عاوتاني فرص العمل ما كنلقاش عاوتاني، يعني ما شنقول لك الصراحه ما كنلقاش عاوتاني شي يتعاون مع شي، كتلقى عنده واحد خالو، عنده واحد عمو، عنده تبارك الله عنده شركات وما كنلقاش عاوتاني شي واحد اللي يجيري، يعني شي حاقر شي. راه انا منهم، انا عندي 27 عام ما بغيتش نتزوج على قبل هذا البلان، يعني فهمتي كتشوف العيد العيد العام جاي يولي بمليون، قيمة موطور فهمتي، ويولي عاوتاني كل عام غادي يتزاد هادشي، يعني من احسن بنادم عنده شي حرفه وكذا يهرب فهمتي، والله الا عنده شي حرفه وعنده اللغه بنادم يهرب من هنا احسن. عندي حتى ثلاثه خوت شي تبارك الله مشاو اوروبا راه بخير الحمد لله احسن من هنا فهمتي، كيقول لي بخير كالم ما كاين لا صداع الراس لا، واخا كاين صعوبات ولكن من احسن بنادم ياخذ الحرفه احسن ليه. والهجره ما عمرها تحبس، الهجره انسان ملي كيشد الدبلوم ديالو يشد لا ليسونس ولا تيشد ماستر ولا هذا تيقلب على الخدمه ما تيلقاش حيت الخدمه دابا ولات بالتواصل وهذا صاحب با وهذه فهمتيني، ولا داكشي الخدمه ولات واخا شحال ديال الناس الشباب تيدفعوا لي سيفيات وتيبقاو محطوطين، شكون اللي تيختار واحد مدير جايب ولد خالتو ولا جايب ولد عمتو، داكشي تيشتي كثر الهجره تيولي بنادم الشباب تيهاجر على برا، هذا هو المشكل.